بسم الله الرحمن الرحيم. استكمال لبحث النهايات، راح ناخذ اليوم مبرهنات الداله الاسيه. نهايه اي اكس عندما اكس تسعى للزائد لا نهائي يساوي الزائد لا نهائي. نهايه اي اكس لما عندما اكس تسعى للناقص لا نهائي يساوي الصفر. نهايه اي اكس على اكس او ان لما اكس تسعى للزائد لا نهائي يساوي الزائد لا نهائي. نهايه اكس ان على اي اكس لما اكس تسعى للزائد لا نهائي يساوي الصفر. نهايه اكس ان في اي اكس عندما اكس تسعى للناقص لا نهائي تساوي الصفر. اخر مبرهن عندي اياها اي اكس نهايه اي اكس ناقص واحد على اكس عندما اكسس على الصفر يساوي الواحد. طبعا هاوي مبرهنات لازم نحفظهم. ناخذ امثله تطبيق عليهم. اول داله عندي اياها اف اكس يساوي اكس ناقص اي اكس، اخذ نهايه عند الناقص لا نهائي وعند الزائد لا نهائي. طبعا راح ابدا بالناقص لا نهائي. نهايه اف اكس عندما اكسس على الناقص لا نهائي بنشيل نحط بحد الاكس ناقص لا نهائي، اي ناقص لا نهائي صفر، النتيجه راح تكون ناقص لا نهائي، ما في عندي حاله عدم تعيين، يعني انا بعوض عندما يكون يعني ما عندي حاله، ما عندي مبرهنه، وقت بيكون عندي مبرهنه ما بجوز اعوض، مباشره بحط قيمه ناتج المبرهنه. ناخذ الحاله الثانيه نهايه عند مين؟ عند الزائد لا نهائي. طبعا نهايه عند الزائد لا نهائي، زائد لا نهائي، زائد لا نهائي، اشاره بيناتهم ناقص، حاله عدم تعيين. طبعا ما في عندي حالات كثيره في الاسه، هون نخرج عامل مشترك ان الخيار اما اكس او اي اكس. اكس على اكس طبعا يساوي الواحد، اي اكس تقسيم اكس، اي اكس على اكس. هلا بنعوض محل كل اكس نعوض زائد لا نهائي، الواحد على حاله ناقص واحد، بنطلع اي اكس على اكس يساوي الزائد لا نهائي. هلا عمليا زائد لا نهائي ضرب ناقص لا نهائي، طبعا في طلاب بيقول زائد لا نهائي في واحد بعدين بيضربوا زائد لا نهائي في ناقص، لا عمليا واحد ناقص لا نهائي النتيجه ناقص لا نهائي، زائد لا نهائي في ناقص لا نهائي يساوي ناقص لا نهائي، وبهالشكل بنكون حصلنا على نهايه الداله الاولى. ناخذ داله ثانيه اف اكس يساوي اي اكس ناقص واحد على ساين اكس. طبعا هون عندي الداله اذا جيت عوضت محل كل اكس بصفر بصير اي صفر واحد ناقص واحد على ساين صفر، طبعا هون صفى صفر على صفر، حاله عدم تعيين. طبعا نحن اذا جينا طلعنا حتى تصير اي اكس ناقص واحد مبرهنه لازم يكون مقامها اكس، حتى ساين اكس يكون مبرهنه لازم يكون بسطها اكس، لذلك معناتها بوزع اي اكس ناقص واحد على اكس ضرب اكس على ساين اكس، هاي مبرهنه نهايتها واحد، هاي مبرهنه نهايتها واحد، واحد ضرب واحد يساوي شئات، طبعا نهايتها عند مين؟ عند الصفر. ناخذ مثال ثاني. المثال الثاني بيشبه الاول، اي 3 اكس ناقص اي اكس على طنجان 3 اكس. طبعا اذا جيت طلعت على التونين باعتبار نهايته عند الصفر معناتها بيشبه المبرهنه الاخيره. اول عمل الطالع اي اكس عامل مشترك. اي 3 اكس تقسيم اي اكس اي 2 اكس، اي اكس تقسيم اي اكس ضل ثابت واحد. طبعا طنجان تركتها حطيتها في المقام، طبعا وزعت نفس توزيع المثال السابق. طب حتى تصير مبرهنة هاي لازم يكون مقامها 2 اكس، حتى تصير مبرهنة هاي لازم يكون بسطة شهاد 3 اكس. طبعا نحن بالنسبة لنا قسمنا على 2 نضرب 2، ضربنا ب 3 نقسم على 3، بحيث اني اذا اختصرنا الاكس مع الاكس و2 مع 2 و3 مع 3 صار عندي جدا عدة مبرهنات اي 0 1 اي 2 اكس ناقص 1 2 اكس نهايتها 1 عند الصفر، 3 اكس على طنجان 3 اكس نهايتها 1، ضرب 2 على 3 معناتها نهاية الدالة اف اكس عندما اكس على الصفر شو تساوي؟ 2 على 3. طبعا مثال كمان رديف للمثال السابق. بنشوف طبعا المثال هذا هو عبارة عن اف اكس يساوي اي اكس ناقص اي 4 اكس على اكس. طبعا الفكرة تقريبا قريبة لها. أول شيء بدي أفكر بمين؟ بهالمبرهنة، ليش؟ لأن نهاية عند مين؟ عند الصفر. بنطلع إي إكس عامل مشترك. إي إكس تقسيم إي إكس واحد، إي 4 إكس تقسيم إي إكس، إي هو 3 إكس. طبعا المقام إكس. إذا جيت طلعت أنا ما عندي واحد ناقص إي إكس، عندي إي إكس ناقص واحد. بضطر طالع عامل مشترك ناقص بالبسط بحيث إني صار عندي إي 3 إكس ناقص واحد على إكس. حتى تصير مبرهنة هاي لازم يكون مقامها شاد، لازم يكون مقامها 3. نضرب 3 مقسم على 1، طبعا هلا النهايه هون اي صفر ب 1 مضروبه في مين؟ في 3 على 1، وبالتالي النتيجه تساوي ناقص 3. بعيد مره ثانيه، انا اول عمل اخرجت عامل مشترك اي اكس تقسيم اي اكس 1،
اي 4 اكس تقسيم اي اكس اي و 3 اكس حتى تصير مبرهنه. بتطابق المبرهنه الاخيره لازم اخرج عامل مشترك مين ناقص، صار اي 3 اكس ناقص 1 على المقام عندي يا اكس، حتى تصير مبرهنه لازم يكون اي 3 اكس ناقص 1 على 3 اكس، معناتها قسمت على 3 بضرب ب 3، هاي نهايتها اي 0 1، هاي نهايتها 1 في 3، النتيجه 3 والاشاره الناقص موجوده وبالتالي نهايتها تساوي ناقص 3. مثال اخير على الدالة الأسيه، عندي اي اكس ناقص 1 على اكس، بدي نهاية عند الناقص لنهاية وعند الزائد لنهاية. هاي دورة العشرين كان مثال فيها أخذنا نهايتها، مطلوب كان اختيار متعدد. جيت أول شيء أخذت نهاية عند الناقص لنهاية، اي ناقص لنهاية صفر ما في داعي أحطها، هون ناقص 1 على ناقص لنهاية، طبعا ناقص 1 على ناقص صار زائد 1 على نهاية، عدد على نهاية يساوي الصفر، ما في حدد عدم تعيين. نجي نهاية عند مين؟ عند الزائد لنهاية، طبعا عند الزائد لنهاية لا نهاية على نهاية عدم تعيين. طبعا اما بنطالع عامل مشترك او موزع البسط على المقام، ان خيار او بنختار واحد من هالخيارين. قلت اي اكس على اكس ناقص 1 على اكس، هاي نهايتها تساوي لنهاية، 1 على نهاية تساوي الصفر، وبالتالي النتيجة زائد لنهاية ناقص صفر تساوي زائد لنهاية. بهالشكل يكون خلصنا مبرهنات الدالة الأسية.